العراقية مريم الركابي تفضح إلهام الفضالة، لم تعطيني فلوس حتى أعمل عملية تجميل. لا يزال اسم الشابة العراقية مريم الركابي حديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد الجدال الذي حصل بينها وبين الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، حيث نفت الأميرة مريم أن تكون إلهام الفضالة قد ساعدتها ماديا، بالأضافة إلى أنها حاولت الاتصال بها عدة مرات لكنها لم ترد. وقالت مريم في الفيديو الذي نشرته: شكرا لكل شخص ساعدني، حبيت أوضح شغلة بخصوص الفنانة إلهام الفضالة. نشرت خبر مفاده أنها متكفلة بالعلاج، لكن أنا دزيت لها وماكو أي رد، واتصلت عليها أكثر من مرة بس ما جاوبتني. أشكر لكل شخص ساعدني، حبيت أوضح بخصوص الفنانة إلهام الفضالة. نشرت خبر أنها هي متكفلة بالعلاج بس لكن أنا دزيت لها وماكو أي رد، واتصلت عليها أكثر من مرة بس ما جاوبتني، ولا أجاني مبلغ من عدها ولا هي متكفلة بشي، فالخبر كذب. لتقوم إلهام الفضالة بالرد عليها من خلال فيديو نشرته أيضا، وعلقت بالقول: أنا لما طلعت وقلت أبغى أساهم من طيب خاطري، ما حد جبرني، والعالم متروسها مشاهير، يقدر أي واحد يسوي شيء. هي اللي قلت أنا بساهم مع في علاجها، وطلعت البنية وأنا ما لومها للأمانة، هي في وضع نفسي تعبان جدا، وعلى أمل إن حياتها ترجع طبيعية وتعيش حياة طبيعية، فما ألومها لما حتى تكون مستعجلة في قرارها، ما تنطر يوم يومين ثلاثة. بالضبط، إيه بتوصل. عندي ناس تشتغل. صح صح واحد. بالضبط. عموما أنا تلفون الشغل موجود عند صديقتي اللي ماسكة شغلي بالسعودية، ما أدري عنها، وإنستغرامي الخاص ما أدري عنها، فوكلت الموضوع. وقالت أيضا: الإنسان يتأخر يوم يومين ثلاثة مو غلط، يعني شوي هي استعجلت بس ما يخالف، حبيبتي وانتي من عمر بنتي، وأدري الوضع اللي انتي فيه وأدري بنفسيتك. يتأخر يوم، يتأخر يومين، يتأخر ثلاثة، ما هو غلط، يعني شوية هي استعجلت بفيديوها، لو ناطرة شوي أسبوع 10 أيام بس ما يخالف حبيبتي، انتي من عمر بنتي وأدري بالوضع اللي انتي فيه وأدري في نفسيتك انتي، احنا زلق حوشنا في ويحنا نتأثر ونقعد شهور وأيام. هو يشهد يعني كذا تأثرنا في الموضوع أول يوم. بالضبط على طول. وأنا حتى يعني هذا الشيء لما طلعت وأنا قلت أبي أساهم من طيب خاطري، ما حد جابرني، ولا كان العالم متروسة مشاهير ومتروسة، يقدر أي واحد يسوي شيء، بس أنا كنت أبي أتواصل وياها اللي مو عارفة أتواصل وياها. أبوريكم شغلة، كلمت مساع مديرة أعمالي، هي قالت لي أنا ذاك اليوم إلهام مسحي السنابة، ماكو أحد في الكويت ما دق من العراق والباكستان ما دق علي. قلت لها لا لا تردين، إحنا اللي همنا الموضوع البنية. قلت لها لا تردين، إحنا اللي همنا بسيارة. أيوة بالضبط، أنا بوريكم. البعض اعتبر أن إلهام الفضالة تستغل حادثة الأميرة مريم فقط لتحصد الشهرة وتكسب العديد من المشاهدات والإعجابات، خصوصا أنها لم تتبرع بفلس واحد لمريم.